مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية الصيني يعلن أن بلاده تسعى لضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح. بوتين يؤكد استعداد روسيا التفاوض في شأن أوكرانيا، محملا كييف والغرب مسؤولية تعثر المحادثات. أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله شعوب العالم بأعياد الميلاد، وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: خالص التهاني بمناسبة عيد الميلاد، تمنياتي للجميع السعادة وللعالم السلام والأمان. بدأ الناخبون العمانيون اليوم التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق أنتخب، وتستمر عملية التصويت التي بدأت في الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 من مساء اليوم وفق وكالة الأنباء العمانية. وسيصوت الناخبون العمانيون البالغ عددهم 731,767 ناخبا وناخبة لاختيار أعضاء المجالس البلدية، حيث بلغ عدد المترشحين 696 مترشحا، منهم 27 امرأة لاختيار 126 ممثلا لهم. أعلنت خلية الأعلام الأمني في العراق القبض على 8 إرهابيين في بغداد والأنبار والبصرة وميسان وغرب نينوى. وقالت الخلية في بيان أنه استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة تم نصب كماء محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات الخمس، وأشارت إلى إلقاء القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام الإرهاب في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة، لافتة إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات المختصة. إلى ليبيا، حيث أعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر عن فرصة أخيرة لرسم خريطة طريق وإجراء الانتخابات. وطالب حفتر في خطاب بثته قناة ليبيا الحدث جميع الأطراف المعنية باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين أولا وأخيرا. يأتي ذلك بعد مرور عام على موافقة الفصائل الليبية على إجراء الاقتراع. وقد خاطب حفتر الليبيين في بنغازي ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك بالتزامن مع ذكرى 71 للاستقلال. في ملف آخر، قالت الصين أنها ستسعى جاهدة من أجل إعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة وزيادة التواصل مع أوروبا، وذلك بينما تحدد الدولة مهامها الدبلوماسية الرئيسية للعام المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله إن بلاده ستتابع التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الصيني والأمريكي، وستعمل على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح. وكان الرئيس الصيني تشي جين بينغ قد عقد الشهر الماضي أول قمة مباشرة له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في بالي بأندونيسيا، فيما يبدو أنه بوادر تطور إيجابي في مسار العلاقات بين البلدين. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات عسكرية على توجيه ضربات في البحر والمجال الجوي بقرب من تايوان اليوم. وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان مقتضب أنها نفذت دوريات مشتركة للجاهزية على خوض المعارك وتدريبات على ضربات مشتركة حول تايوان، لكن البيان لم يحدد موقعا معين لها. وأضاف البيان: هذا رد حازم على التصعيد الحالي للتواطؤ والاستفزاز من جانب الولايات المتحدة وتايوان دون ذكر مزيد من التفاصيل. أضاف أن قوات القيادة ستتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن السيادة ووحدة الأراضي الصينية. ونقف مشاهدينا الآن عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، بيد أن كييف وداعميها الغربيين رفضوا الانخراط في محادثات. وقال بوتين في مقابلة مع قناة روسيا واحدة الرسمية اليوم أن موسكو مستعدة للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم بحسب تعبيره، مؤكدا على أن بلاده لا ترفض التفاوض وأن كييف والغرب هم من يرفضونه. وأضاف بوتين أن روسيا تحمي مصالحها الوطنية ومصالح الشعب، ولا يوجد خيار آخر لديها، نظرا لأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول تقسيم روسيا على حد وصفه. على الجانب الآخر، حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأوكرانيين على التحلي بالشجاعة، ودعاهم إلى الإصرار والمثابرة في مواجهة المعاناة جراء العملية العسكرية الروسية، وذلك في رسالة بمناسبة عيد الميلاد. قال زيلينسكي إن الأوكرانيين تحملوا الهجمات والتهديدات والابتزاز النووي والإرهابي والهجمات الصاروخية، وهذا يدعوهم للتغلب على هذا الشتاء أيضا لعلمهم بما يقاتلون من أجله، واعدا باستعادة الحرية لجميع الأوكرانيين بحسب تعبيره. ميدانيا، قتل 10 أشخاص وأصيب 58 آخرون إثر قصف روسي على وسط مدينة خيرسون الأوكرانية، وفقا لما قاله حاكم المدينة العسكري ياروسلاف يونوشوفيتش للتلفزيون الأوكراني مساء أمس. قالت السلطات الأوكرانية أن الضربة الروسية لمدينة خيرسون التي استعادتها أوكرانيا في الأونة الأخيرة أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل وأصابت آخرين، مخلفة وراءها جثثا ملطخة بالدماء ملقاة على الطريق، فيما وصفته كييف بالقتل العمد من أجل المتعة. لكن مسؤولا مواليا لموسكو قال أن القوات الأوكرانية شنت الهجوم في محاولة لتحميل الجيش الروسي المسؤولية. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة، تتابعون فيها بعد قليل. تركيا تبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية محتملة ضد قوات حماية الشعب الكردية. أهدافنا مختلفة ونجومنا عالميون. استعدوا لكل ما هو جديد. كرة القدم عشق وجنون. الأهداف وفنونها، الجماهير وجنونها. الكرة الإيطالية بأهدافها وصداها. الكرة السعودية من قلب الحدث، والملاعب العربية والعالمية، مشاهير الكرة في السوشيال ميديا، كل هذا وأكثر في برنامج الكرة ويكلي معي أنا حامد الحارث. الكرة ويكلي الثلاثاء في الأوقات التالية على قناة أبوظبي. استقبلوا معانا العام الجديد في مهرجان الشيخ زايد مع أضخم عرض للألعاب النارية لمدة 40 دقيقة، واللي راح يحطم ثلاث أرقام في موسوعة جينس الأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، بالإضافة لعرض الدرون الضخم اللي راح يحطم رقم في موسوعة جينس الأرقام القياسية باستخدام أكثر من 3000 درون، والعديد من العروض والفعاليات المميزة لهذا العام. لا تفوتون هذا الحدث الاستثنائي يوم 31 ديسمبر الوثبة بوظبي. حياكم. بكم مشاهدينا من جديد. قبل مواصلة هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها.
وزير الخارجية الصيني يعلن أن بلاده تسعى لضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح. بوتين يؤكد استعداد روسيا التفاوض في شأن أوكرانيا، محملا كييف والغرب مسؤولية تعثر المحادثات. أهلا بكم. قال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار أن تركيا تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا في عملية محتملة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية. ونفذت تركيا عدة عمليات توغل في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب وتهدد بهجوم جديد منذ أشهر. وصعدت أنقرة استعداداتها الشهر الماضي بعد هجوم تفجيري في اسطنبول حملت مسلحين أكرادا مسؤولية تنفيذه. وقال أكار أن أنقرة تجري محادثات حول هذه العملية مع موسكو وتناقش مع مسؤولين روس جميع المسائل المتعلقة في شأنها، من بينها فتح المجال الجوي. أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن قلقه إزاء قرار جماعة طالبان التي تتولى مقاليد الأمور في أفغانستان حظر عمل النساء بالمنظمات غير الحكومية في البلاد. وقال بلينكين في تغريدة عبر حسابه في تويتر إنه يشعر بقلق عميق من أن الحظر الذي فرضته طالبان على قيام النساء بتوصيل المساعدات الإنسانية في أفغانستان، مؤكدا أن من شأن هذا القرار تعطيل وصول المساعدات أو مساعدات حيوية وضرورية لإنقاذ حياة الملايين. هذا ودان الاتحاد الأوروبي حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، معلنا أنه يقيم تداعيات ذلك على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد. وأفادت الناطقة باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن حظر النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية يعد قيدا قاسيا آخر على قدرة النساء في أفغانستان على ممارسة حقوقهن وحرياتهن الأساسية، ويمثل أيضا خرقا واضحا للمبادئ الإنسانية. وأكدت أن الاتحاد يقيم الوضع وتأثيره على تقديم المساعدات ميدانيا. أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين والتي دأبت على نشر أعداد الإصابات اليومية بكوفيد 19 في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية أنها لن تنشر مثل هذه البيانات اعتبارا من اليوم. قالت اللجنة في بيان أن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بكوفيد من أجل الرجوع إليها والبحث دون تحديد أسباب هذا التغيير أو وتيرة تحديث المعلومات المتعلقة بالجائحة. وكانت لجنة الصحة الوطنية قد توقفت في وقت سابق من هذا الشهر عن تسجيل الإصابات غير المصحوبة بأعراض، مما جعل من الصعب رصد الأرقام الدقيقة لحالات الإصابة بالفيروس. إلى لبنان الذي شهد احتفالات في أسواق العاصمة بيروت رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، حيث نشطت المبادرة الفردية وأدخلت البهجة إلى قلوب الصغار والكبار، فيما يعول أصحاب المرافق السياحية على نسبة إشغال مرتفعة تساهم في التخفيف من وطأة الأزمة الخانقة التي تتزامن مع أزمة سياسية وفراغ رئاسي. مع قرع الأجراس هذه عمت أجواء من الفرح في وسط العاصمة اللبنانية بيروت احتفالاً بالأعياد. زينت الشوارع بالأضواء وازدحمت بالمتسوقين، مشهد افتقده اللبنانيون. فرغم الأزمة الاقتصادية إلا أن بيروت تبدو وكأنها استعادت رونق أعيادها. ما بقى فينا نعمل مثل ما كنا قبل، كثير عم نعاني اللبناني، وبتأمل انه لبنان يرجع يطوي هالصفحة ونرجع نحن لبنان القديم، لبنان السياحة، لبنان الرفاهية، اللي نفتح البوابة على كل الدول العربية وتيجي تشجعنا. مثل أي عائلة لبنانية هلا اقتصادنا وخف أو مصروفنا، صار عنا انه نصرف على الأشياء المهمة، يعني بدل ما أنا أحط ديك روم كبير على طاولة السفرة بحط شيء أصغر، بس شيء انه أحس بالعيد بنفس الوقت كون أنا مقتصد. قررنا انه نكون عم نعمل سوق البلد كريسمس اديشن لحتى نقدر نرجع نرجع الحياه لوسط بيروت، نرجع الحياه لكل لبنان، لكل اللبنانيه اللي هن عن جد بحاجه لهيدي بقعه الضوء بوسط هيدا الظلام اللي كلنا نحن عايشين فيه.
أما قرى الميلاد وأسواقه فعادت لتنتشر، نشاطات ترفيهية خطفت أنفاس الكبار والصغار على حد سواء، ومبادرات فردية تساهم في خلق فرص أمام صغار الصناعيين والحرفيين اللبنانيين. مثل ما تعودنا بلبنان، المبادرات الفردية هي يلي دايماً بتنجح، وهي دايماً يلي بتعمل فرق. قررنا نغامر، حطينا كل طاقاتنا المالية المعنوية العملية، كل شيء قادرين نعمله، كل خبراتنا يلي اكتسبناها بالسنين السابقة، وهيدي هي النتيجة. ارتفاع الدولار كتير أثر علينا سلباً، خصوصاً نحن كل شيء بيكون استيراد من برا، تصنيع لبنان تصميمنا نحن بس كرا ماتيريال من برا، فعم نحاول قد ما فينا نستغل الأجواء لحتى نبين أكثر نحن كمصممين لبنانية. يعول اللبنانيون على المواسم السياحية التي تعتبر بمثابة جرعات أكسجين للاقتصاد اللبناني، في ظل غياب خطة للنهوض ووقف الانهيار المالي المتواصل، حيث وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 45 ألفاً للدولار الواحد. ويتوقع أن يزور لبنان خلال موسم الأعياد نحو 600 ألف شخص، معظمهم من المغتربين اللبنانيين، وأن يؤدي ذلك لإدخال نحو مليار دولار إلى الدورة الاقتصادية. مهما اشتدت الصعاب والأزمات، لا يفوت اللبنانيون فترة الأعياد للتمويه عن أنفسهم، ويأملون بأن تنسحب هذه الأجواء الإيجابية على المشهد السياسي وانتخاب رئيس جديد للبلاد. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، غيدة جبيلي، بيروت. وبقداس منتصف الليل توجت الطوائف المسيحية الغربية في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية احتفالاتها بأعياد الميلاد المجيدة، وذلك بحضور المئات من السياح الأجانب ممن وصلوا إلى المدينة للمشاركة في هذه الاحتفالات كما في سنوات ما قبل فيروس كورونا. بعد غيابهم عنها السنتين الماضيتين، عاد السياح الأجانب إلى مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد للطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي. أفواج السياح والحجيج كانت تتوالى إلى المدينة لمشاهدة الفرق الكشفية وهي تتقدم موكب بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا باتسابيلا القادم من القدس إلى كنيسة المهد لإقامة العشاء الأخير وقداس منتصف الليل. إنه جميل جدا، لقد كنت هنا قبل عامين، كانت هادئة جدا خلال فترة كورونا. إنه من الجميل أن نرى هؤلاء الناس هنا، الجميع في بيت لحم لطفاء. إنه جميل أن نكون في فلسطين خلال فترة الأعياد. وإذا كانت أرواح هؤلاء السياح ارتوت بهذه الزيارة لمقدسات مهد السيد المسيح، فإن روح المدينة عادت إليها وهي تتعافى من أثار غياب هؤلاء السياح بسبب الإجراءات الصحية التي فرضت أثناء انتشار فيروس كورونا خلال السنتين الماضيتين. هذا العام فعلا تميزت مدينة بيت لحم باستقبال الوفود السياحية مرة أخرى بعد الانقطاع الكامل في فترة جائحة كورونا، حيث استقبلت مدينة بيت لحم في الشهر الفائت شهر 11 حوالي 123 ألف سائح في هذه المدينة، وكانت نسبة إشغال في الفنادق حوالي 85%. هذه الاحتفالات التي تشارك فيها عشرات الفرق الفنية المحلية والأجنبية أعادت الفرح إلى المدينة التي تزينت ولبست أبهى حللها. بأجواء الفرح وحضور مئات السياح الأجانب إليها، تستعيد مدينة بيت لحم بريقها وهي تحتفل بأعياد الميلاد، خاصة وأنها تظل محط أنظار العالم بما تحمله من قدسية دينية وتاريخية. لقنوات أبوظبي، ماجد سعيد، بيت لحم. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. الإمارات ضمن العشر الكبار في 28 مؤشرا للتنافسية العالمية 2022. عام
صعب عليها البعض استخدام مواهبها في التربح. أنا طلقت المثالية من زمان. فهل دفعتها المعارضة الشرسة لمراجعة أفكارها؟ أنا أريد أن ألتقي رجلاً واحداً أو امرأة واحدة في هذا الكون تدعي أنها صادقة مطلقة. يعني الإجابة نعم، وما الثمن الذي تدفعه لصمودها؟ أسهل قرار يرتكبه الإنسان في حياته أن يكون فقير. شكراً أنكم تتذكرون أنه يزعجني. كل خطأي أنني نجحت. هند خليفات، هذه تغريدة كتبتيها محملة ببعض من الغيب. يستفزني أحياناً الغباء. مرحلة الكتاب الساخرة مرحلة مهمة. ممكن يكون سبب التخلي للدفاع عنه؟ سعيد أنني أخوذ معاركي وحيدة ولا أنتمي للقطيع. من الأشخاص اللي تعرفينهم وعملوا لك بلوك؟ لا أود أن أخوض حروباً مع فشلة. تتحلين بهذه القسوة دائماً في كل إجاباتك؟ هذا السؤال أريد أن أسأله لك أنت. المغرد الليلة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، الثامنة بتوقيت السعودية، على قناة أبوظبي. تقدمت الإمارات في عدة مؤشرات تنافسية عالمية لتنافس كبرى الدول في عدة قطاعات أبرزها الاقتصاد والتجارة والعيش والإقامة وغيرها. أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن الإمارات جاءت بين الدول العشرة الكبار في أكثر من 28 مؤشراً من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية لهذا العام، وذلك في مختلف قطاعات المالية والاقتصاد والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار، الأمر الذي يدعم مكانة الدولة كوجهة رئيسة مفضلة للأعمال والتجارة والاستثمار والعيش والإقامة. وجاءت الإمارات بحسب تقرير التنافسية والإحصاء ضمن العشرة الكبار في العديد من المؤشرات الخاصة بقطاع المالية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرين هما قلة التهرب من دفع الضرائب وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة معدل ضريبة الاستهلاك، وفي المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر كلفة رأس المال، وذلك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ووفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر موهبة البحث في المشروعات التجارية، وحلت الدولة بالمركز الثالث عالمياً في مؤشر استقرار تضخم أسعار المستهلكين، كما جاءت في المركز الثامن عالمياً في ثلاثة مؤشرات تتعلق بالاقتصاد، وهي مؤشر مرونة الشركات ومؤشر الحوافز الاستثمارية ومؤشر مرونة الاقتصاد. وفي قطاع التجارة، أشار المركز إلى أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية، والثالث عالمياً في مؤشر نسبة الصادرات من السلع، والخامسة عالمياً في مؤشر صادرات السلع للفرد. وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية لهذا العام الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما حلت الدولة بالمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، وجاءت الإمارات بالمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر المشتركين في خدمة النطاق العريض المحمول، والخامسة عالمياً في مؤشر الأمن المعلوماتي. وفي مجال الاستثمار، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر بيئة تمكين التعليم وفقاً لمؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثانية عالمياً في مؤشر الثقة العالمي وفقاً لتقرير مؤشر الثقة العالمي الصادر عن أدلمان.
واحتلت الإمارات المركز السادس عالمياً وفقاً لمؤشر تدفقات الاستثمار المباشر في الخارج، كما جاءت في المركز الثامن عالمياً في مؤشرين هما الحوافز الاستثمارية ومؤشر التدريب التقني والمهني، لتؤكد جميع النتائج والمعطيات على نوعية الخدمات والأنشطة المنوعة وفرص العمل وجودة الحياة التي تقدمها الدولة، والتي تعتبر ركائز قوية لجذب الملايين من الزوار والمقيمين والمستثمرين للإمارات. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على متابعتكم، إلى اللقاء.